استعد وزارة الإسكان لطرح وحدات أول أبراج سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، مشروع فالي تاورز الأسبوع المقبل بإذن الله. إيه سعر المتر؟ إيه أنظمة السداد؟ إيه المساحات؟ إيه كل التفاصيل المتعلقة بالمشروع؟ كل التفاصيل هنعرفها من الزميل العزيز أحمد حسن، مسؤول ملف الإسكان باليوم السابع. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيكم كل متابعي يوم السبت. أحمد، متوقع إمتى الطرح؟ خلينا ناخدها واحدة واحدة، وكلمنا كمان عن مميزات المشروع، مكانه، الخدمات الخاصة بيه. أول جزئية عايزين نعرفها عن المشروع، اتفضل. إن شاء الله المتوقع الأسبوع اللي جاي أو اللي بعده بالكتير خالص، الوزارة هتبدأ تعلن عن طرح أول وحدات سكنية في أبراج حدائق أكتوبر، فالي تاورز. ده المشروع بيتميز فيه مميزات عدة كتير. المشروع على بعد دقيقة من الطريق السياحي الجديد، على بعد دقيقة ونص من الطريق الدائري، 3 دقائق من أهم المعالم الرئيسية في أكتوبر وزايد، يعني 3 دقائق من مول مصر، 5 دقائق من مول العرب. المشروع على طريق الواحات الرئيسية، المشروع على مساحة حوالي 5 أبديون، في لاند سكيب على أعلى مستوى، في حضانات، في مولات تجارية بيطل على ما بوابات منطقة حدائق الأهرام، 3 دقايق ونص من جهاز مدينة حدائق أكتوبر. يعني كل الخدمات اللي بيتمناها أي مواطن في السكن متوفرة في مشروع بديل الأورز. ممتاز. طيب لو المشروع خلينا برضو انا همشيها معاك واحده واحده علشان نكون واضحين مع الناس يا استاذ احمد. هنبدا بالمساحات. مساحات الوحدات دي بتكون كام متر؟ مساحات الوحدات بتتراوح ما بين 95 ل 100 متر، يعني بتتناسب مع الطبقه المتوسطه بالكامل. ممتاز. مساحات الشقه 3 غرف وصاله، مطبخ وحمام، التشطيب سوبر لوكس، البرج الواحد فيه حوالي 4 أسانسير، مداخل متسطحة على أعلى مستوى. وزير الإسكان كان بيتابع المشروع ده بصفة دورية وبيتابع تشطيباته، تم اختيار كبرى المكاتب الهندسية والاستشارية لتصميم المشروع والمتابعة الدورية للمشروع، بحيث إن المشروع بيكون أول أبراج بتنفذ داخل حدائق أكتوبر كانت فيه متابعة دورية من قبل الوزارة ومن قبل الجهاز ومن قبل هيئة المتابعة. جميل. طيب النقطة بقى المهم واللي بتهم الناس كلها، المتر بكام؟ أنظمة السداد هتكون إيه يا أستاذ أحمد؟ هو أنتوا لو متابعين أو أي مواطن متابع الأسعار في حدائق أكتوبر، المتر اللي بيتراوح ما بين 22,000 و 40,000، ده بالنسبة للقطاع الخاص، والاستلام بيكون بعد 4 سنين. أما الوحدات السكنية اللي بتطرحها وزارة الإسكان دي استلام فوري، يعني جاهزة استلام، يعني انت ممكن اللي هيخصص ليه الوقت ده هياخد شنطه هدومه وياخد عفشه ويسكن فيه على طول تاني يوم مباشر. كل الخدمات جاهزه من حضانات لمدارس لكل اللاند سكيب، كله متوفر، حتى عدادات الميه والكهرباء موجوده داخل الوحده، بحيث ان هو يدفع ثمنهم، اي حاجز اي ثمن داخل الجهاز، والحاجات كلها متركبه، مش هيروح يركب عدادات ميه ولا كهرباء. ده بالنسبه لمستوى التشطيب. لو هنتكلم عن المساحات قلنا من 95 ل لا انت ما انت قلت السعر بالمتر. بالنسبه للسعر هو مش هيعدي 16,000، خلاص يتراوح ما بين 15,000 ل 16,000 المتر. يعني لو هنضرب ال 16,000 في ال 95 او 100، مش هتعدي عن 1,600,000، والتقسيط على 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين. 3 سنين بالنسبه لانظمه السداد، 3 سنين هتكون بدون فوائد، 5 سنين هتكون بفوائد، و7 سنين هتكون فوائد وفوائد البنك المركزي المعلن عنها. طيب ده في ناس بتسال عن التمويل العقاري، بتقول لي التمويل العقاري هل ينفع خدها تمويل عقاري ولا لا؟ الوزاره مش بتعلم التمويل العقاري، ولكن انت ممكن المواطن مع البنك ينسق ان هو ياخدها تمويل عقاري. يعني وانا بدفع 20%، اطلب من البنك ان انا عايز اخلي نسبه اخلي الشقه على نظام تمويل عقاري 15 سنه، البنك في الحاله دي بيوافق وبيعدل له انظمه السداد ويقلل له القسط ويرفع له، يعني في حاجات بيعملها البنك وانت بتدفع المقدم، انت بتطلب من البنك انك انت عايز تاخد الشقه بالظبط. جميل. يعني دلوقتي كده انظمه السداد عندنا 3 سنين بدون فوائد، 5 سنين بفوائد، 7 سنين كمان بفوائد. طيب جديه الحجز يا احمد بتبقى ازاي او ايه اللي المفروض يحصل؟ يعني هو ماشي بالنسبه لشروط الحجز والتفاصيل، بنتكلم عن انه دلوقتي لو الوزاره اعلنت عن
بدأ الطرح الأسبوع المقبل. الجديد الحجز بتتراوح ما بين 100-150 ألف جنيه بتدفعها خلال فترة الحجز. تمام. الوزارة بتعلن عن بتخلي فيه شهر كامل للناس إن هي تقدم وتدفع مبالغ جديد الحجز اللي هي 150 ألف، بس بتحدد أيام معينة للحجز. يعني لو طرحت المشروع للحجز يوم 7، يوم مثلا 6 هيكون انتهاء او غلق باب التقديم، يوم 15/6 هيكون بدء الحجز. الحجز بيكون نظام اونلاين بأسبوكات الحجز، يعني مش هتكون قرعه، لا ده هيكون انت بتدخل وبتختار الشقه بتاعتك وبتختار العمارة وبتختار الدور وتختار كل التفاصيل. لذلك ده مبلغ جديد الحجز. اما مبلغ المقدم الحجز بيكون 20% من اجمالي قيمه الوحده. يعني لو احنا قلنا الوحده بمليون جنيه هيكون ال 20% عامله 200 ألف، انا دفعت منهم 150 ألف، لما اجي اسدد بدفع حوالي 50 ألف. او مفهوم هو الباقي، يعني 20%. بدفع 20% مقصود منها جديه الحجز، مقصود منها جديه كده بقسط، وبعد كده بقسط مع البنك على النظام اللي انا بختاره. بالظبط. اولا الوزاره ما بتفرضش عليك حاجه ولا البنك بيفرض عليك حاجه، انا كمواطن انا اللي اختار النظام اللي انا عايزه، سواء على 3 او سواء على 5 او سواء 7 او سواء ان انا عميل فتره القسط وخليها 15 سنه. ممتاز. اخيرا يا احمد، يعني بما ان احنا خلاص داخلين على بدء طرح الوحدات الاسبوع اللي جاي، انت تنصح الناس بايه في موضوع بدء الطرح؟ الناس مجرد ما يتم الاعلان الناس تذاكر وتراجع بشكل كويس جدا. بتختار وتختار اكثر من بديل، ما تختارش بديل واحد. يعني لو انا هختار الدور الثالث او الرابع او واجهه او خلفي او كذا، لازم يكون عندي اكثر من بديل في اكثر من برج. تمام. اساس وانا بحجز ده الحجز ده بيكون اونلاين. الثانيه مش هقول لك الدقيقه، الثانية معاك بتفرق. يعني لو انا وانت قاعدين على جهازين جنب بعض وانا اضغط اخترت الحاجة ومجهزها مسبقا، غير لما تكون انت قاعد جنبي وتتفاجأ انه كل ما تيجي لما تختار الشقة رقم 20 تلاقيها محجوزة. انا لازم اكون مختار اكتر من بديل، اكتر من شقة في اكتر من مكان، على اساس وانا مختار لو لقيت الشقة دي معمول عليها بلوك اتحجزت اقدر بسرعة اختار شقة تانية عشان يكون ليها نصيب. غير كده الضغط على اساس مثلا لو هم متقدم، لو هم طرحين 4000 وحده هيكون متقدم حوالي 50-60 ألف. ال 50-60 ألف دول في نفس اللحظه في نفس بيكونوا على الموقع، موجودين على الموقع. لذلك ولازم انا اكون انا مؤهل، ومؤهل يعني ايه؟ يعني انا لازم اراجع كويس كراسه الشروط، اقراها كويس، اختار الشقه، اختار مكانها، ويكون عندي اكثر من بديل، ارقامهم واكون حاططهم قدامي، اكون مجهز ايصال جديت الحجز كويس على اساس وانا بحجز بيختار لي بيطلب مني رقم الايصال، بيطلب مني انه احمل الايصال، وبعد كده استكمل البيانات واختار المحافظه واختار المكان، وبعد كده ابدا اختار رقم العماره ورقم الوحده. مفهوم. يعني شكرا جزيلا على كل المعلومات دي زميل العزيز احمد حسن مسؤول ملف الاسكان بريم السلامه. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك وكل متابعين المستقبل. شكرا لك. ده كان كل ما يتعلق باستعدادات وزارة الإسكان لطرح وحدات أول أبراج سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، مشروع فالي تاورز، الأسبوع المقبل إن شاء الله، وكل ما يتعلق بسعر المتر، أنظمة السداد والمساحات وكل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع. أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء.